السيد هذا شفناه في واحد الفيديو يمشي على كات بات باه يهضر مع شيخ زاويه اولا علينا رايس اون 2020 تمشي على كات بات كي الكلب مريد نتاع زاويه تولي عليا رايس الناس في لا تيليبورتاسيون دي دوني اي فيان دو رياليزي اون تيليبورتاسيون دو دوني تمشي باش شيخ زاويه لابس حمامه بيضاء يقرا لك في ودنك وتحبيك الكلب وهذاك الجراده تاع بوتفليقه قدامك هذا ولا راه شنو برنامج عنده هذا روح للشيخ زاويه هذاك بالك عنده بروغرام مي هذا ما عندوش بروغرام هذا السيد هذا لو نرجعوا للتاريخ سيد احمد ما كاش رئيس جمهوريه في الجزائر كان شرعي ولا جاب بروغرام كاش اذا هذه من 62 ما كاش بصح كاين دركا بومدين ما نحبوش وعندي تحفظات عليه في مراحل لأن يعني بومدين قصة واحدة قصة هو بصح يافي دي بلان دو ديفلوبمون دي بلان ايكونوميك كان كيرو اكسيتيرا تي فواي بلي قاعدة تبلاو لوزناوات يا ان افور سو لو بلان سوسيال جا الجاهل تاع شاد ليا هذاك وزاد كرات بعضها ولي بي بلون زادوا تقوا من ورا بومدين ولاو تري بويسون وخلاو الجزائر يا با هاد بروغرام انا قلت لك نار شاعله في الحدود اردوغان اليوم يهدد قال حفتر نجي ونعفس عليك يا سيدي نار شاعله في الحدود تاعنا قياده الاركان لحد الان راهي قايمه بالدور نتاعها كما ينبغي بصح انت الرئيس المفترض انت القائد العام للقوات لازم دير خطاب امه خطاب امه وحدوي خطاب ما فيهش الكذب قال هاي الوضعيه الامنيه في الخارج هاو واش راح نديرو هاي الوضعيه الاقتصاديه اللي رانا فيها هاو واش لازمنا نديرو هاو كيفاه هاو كيف راح نديرو الانتقال السياسي السيد راح جاب دي مينيستر تقول لهم من كاباري ولا ما على باليش منين جابهم انايا سي تالمو لا فونكسيون بريزيدونسيال ما عندهاش معنى ماهيش ليجيتيم لي مينيستر ماهمش ليجيتيم حاجه ماهي ليجيتيم وباش تفهموا الرخص الناس اللي تقبل تقابلوا اصلا وتحاور معاه فهذاك اعتراف به كي اللي قالك وكفا نقعدوا حنا بلا رايس نقعد بلا رايس وما نجيبش رايس غير شرعي جوستومون كاين ناس قال لك الدبلوماسية الجزائرية انتصرت بصح شوفوا باللي حفتري راوغ الجميع ديبلو واش؟ قال لك الدبلوماسية الجزائرية انتصرت اسمع دينير نوبل حفتر الى في فوق راحوا لموسكو اس كانوا في موسكو اس الدبلوماسيه كانت قاعده مع سراج وقعدت مع حفتر في موسكو لا دونك خلاص ما كانوش قاع حتى من سراج ديكلارا قالوا وقف النار هذا جهود من روسيا وتركيا حاليا لي دو زاكتور برينسيبو ديريكت سي لا روسيا لا تركيا بيان سور لا تركيا اون طونك سو تريتون دي ايتازوني مي بور سي بروبر انتيري اوسي justement le peuple il doit comprendre انا قاعدين نهضروا نو لانتيري تاع quand on récupère enfin quand on évite le futur scénario تاع la guerre تاع de Libye le peuple il doit savoir شنو لانتيري تاع l'Algérie c'est notre intérêt كي تشعل النار في دار جارك اللي لاصقه فيك الحيط للحيط ميم ايكونوميك هاي تلحق عندك ايكونوميكمون مي بيان سور لا dernièrement le guardian qui n'est pas une presse anodine le guardian moi je صحيفه تاع تمسخير ماشي النهار ولا الشروق قال لك اي سون ا ببري 2000 guerriero syrien جابتهم لا تركي غدوه كي تكمل بهم تكرات تركي تصرف عليهم الريتور خليهم فا مولي لينا حنا زيد ضف الى ذلك واش صاير في بوركينا فاسو في النيجر في المالي في نيجيريا هو يقول لي تعديل الدستور كون راجل ونحرقوه الدستور حنا هذاك ها جيبوا لنا راجل تاع الصح وديروه ملك المهم يخدم البلاد ويكون راجل اش من دستور الدنيا شاعله ليكونومي مطربقه يا الامل الناس فقدوه تروح للسبيطار تموت الطرقات تقتل السبيطار يقتل كلشي يقتل وصور لازم الشعب يفهم
لكن الغرب كاين اصوات اخرين يضللوا في الشعب فهم ضلاليين برك. واستحضر هنا حديث نتاع الرسول عليه الصلاه والسلام قال اخشى ما اخشى على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقران. هذا الشعب الجزائري ام كاينين منهم بزاف وراكم تسمعوا الناس منهم بزاف يهضروا لكم بلا اله الا الله ومحمد رسول الله وهما مخادعين هما ثاني ادناب شيطانيه. لانه الشيطان كيجي الانسان بصفه شيطان يقول له كفر الانسان يقول له ما نكفرش بصح كيجيك بصفه حاجه اخرى يقدر يضل لك ويكفرك. هذوما الضلاليين. الضلاليين وصلوكم للمرحله هذه اللي عدتوا ما على بالكمش حتى وراكم واصلين وراكم رايحين برك. وعلى قد ما الوقت يفوت على قد ما يخرجوا ناس اخرين يجيو ينبحوا شويه في الريزو سوسيو ومن بعد يقول لك حنا هما الحراك ومن بعد حنا نمثلوا الحراك ومن بعد يديهم لي بلاطو تاع لي تيلي ويخلقوا لكم منهم ابطال. وهذه هي الثوره المضاده. جميل جدا. لازم الشعب عنده ذاكره. واش قال اليوم؟ نسمع واش قال عنده سنتين؟ واش قال عنده عام؟ واش قال عنده نسمع واش قال عنده 15 سنه؟ ونشوف هل فيه سنه ولا ما فيهش. لانه الشعب على باله واش طالب. لكن وسيله تحقيق مطالب الشعب هي تشكيل القياده او التمحور حول قياده او خلق قياده. احنا لما شكلنا الكريا وما عندوش صبغه سياسيه على بالنا علاش شكلنا الكريا باش نفتحوا مجال للتمحور نتاع الشعب حول تنظيم الكريا وحول تنظيمات تشبه الكريا. داير ماذا بينا تكون تنظيمات كثيره باش نقدروا نخلقوا بلاتفورم. D'ailleurs, monsieur Rahmani, à ce sujet, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est de Belkhir Mohamed qui avait proposé de faire une plateforme et il vous avait contacté? Ben écoutez, il a fait de son mieux. Il a contacté des gens. Mais à la goutte de l'eau, Moustahil et Khalilouk dire un congrès national politique pour faire face à ces gens-là. Il ne lui donnera jamais l'autorisation. Voilà. Et si dans lui donne, ils vont le torpiller de l'intérieur. Et à ce sujet-là, est-ce qu'il a compris? Moi, j'ai donné mon avis. J'ai dit, je félicite l'initiative. Je suis pour cette initiative. Mais ils ne vont pas vous laisser la réaliser. Faites au mieux. C'est tout. Et j'espère qu'ils pourront trouver une astuce pour réaliser ça. Parce que c'est vraiment constructif. Alors, M. Rahman, il y a une question de Norine. Nour qui vous dit, on est avec le Krial, s'il vous plaît. Il est urgent de nous structurer. Le peuple est voué à lui-même. La haute sphère agit tranquillement comme si le peuple n'existait pas. Tout à fait. Parce que le peuple n'a pas de représentant.